قال لي ترى فيه شبل كذا 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 كذا. قلت والله ما يحتاج، لأن يا أخواني وجود مثل الشبل حقيقة ناصر ترى هو رسالة لنا إحنا الكبار قبل الصغار، ولا شك إضافة. يعني من يحمل في صدره القرآن هو في أي مكان إن كان هو إضافة لأي مكان يروحه، بل إنه يباركه ببركات كتاب الله جل وعلا. فأسأل الله أن ينبت نبات حسن وأذكر الله عليه أخواني وخواتي. طيب أنا أستأذنكم وأباخذ بس شيء من منشدنا الجميل، وحقيقة أني شرفنا أن يكون أول ظهور تلفزيوني معنا، عسى ربي وفقه. ويا أخواني قناة الواقع هي دائما تفتح أبوابها لكل مبدع، لكل متميز، لكل من عنده الموهبة، وبإذن الله أنه يعني سيجد العون من أخوانه المتسابقين والدعم له بإذن الله. ما هي غريبة على الواقع، الواقع أخرجت عاد أتمنى فينا ما يحتاج. لا لا الواقع ليس غريبة، كل النجوم اللي نشوفهم الآن في الساحة نجوم الواقع، ولا تهون القنوات الأخرى، لا نهضم أحد صحيح، ولكن نقول وراكم رسالة. أحسنت. ناصر لما شافكم يقول أنا بشوفهم يا أحلى يا أحلى، بقابل عبد الله ونايف ونواف وسعد وفلان وغير ذكر اسمحوا لي يعني انا بعيد ايوه الابداح، وقلت بتشوفهم. قال فعلا شوف مبسوط، شوف يوزع السماوات. الا مخلد ما قال اسمه، انا عارف اول واحد مخلد. اول واحد مخلد حبيبك. اسلم منشدنا مسير القاضي، الله يبقيك حبيبي، يشرفني والله، الله يبارك فيك يا مرحبا. تبغون وش الشيء اللي تبغون؟ والله ودنا شيء على ذوق، على ذوقي. طيب غزل ما عندكم مشكله؟ عفيف عفيف محترم. يا سلام عطنا. هذه للشاعر المتميز نايف مساعد الهفتة، يقول ما عليكم زود بالنيابة. في رمشها سيف النحد من الحديد، وفي عينها عبره ونظره دافية، وإن قالت إن الشوق عندك ما يزيد، تعجز عن التعبير لا النافية، تلومني واخطي عليها من جديد، حتى تشرها يجيب العافية، وإن سولفت لو كان ما تسمع قصيد، وكلامها معنى ووزن وقافية. سلامتك. صح بداكم، ما عليكم زود، صح بداكم. ترى يا اخوان الحين يحمي، هذه البداية. هذه البداية. اي والله. ابشروا بالخير. ابشروا بالخير. السيار ما يحتاج. ما عليكم زود، ما عليكم زود. طيب استاذ عبيد، انا برجع لسؤالي الاول، ترى احنا انت اثرت الشبل يستاهل وكذلك منشدنا، ودك تحدثنا عن اهمية التطوع المجتمع، ترى يعني محور مهم، ويبدو ان الان الحمد لله التوجه عليه كبير وعالي. جيتكم من قناة عالمية وجلسنا فيها يمكن ساعة، خافت يزعلوا عن الواقع وش القناة عالمية، القناة عفوا دولية. جميل. فكنا نتكلم، تعرفون يعني اليوم الوطني يوم عز وفخر. أحسنت. صحيح. وكان حديثهم عن المملكة وطن الإنسانية، وطن العطاء. بقول لكم سريع يعني، ولا تطوع يبغى لها حلقات. صحيح. وعبد العزيز من الرجال اللي نفخر فيهم في الميدان. حبيبي الله يرضى. ولا تهونون. الله يرضى عنك. شوف التطوع الآن حياة. اي والله حياة. تشعر باكتئاب، قلق، تشعر بتوتر، تشعر باضطرابات عصبية، تشعر بين قوسين بالكلام الشعبي او الشعبوي والسياحي، طفش، نكد، هم. زين، خلي عندك مشروع او مساحة او طريق للحياة او للعمل التطوعي. تطوعي او التطوع الله جل وعلا ذكر في القرآن وجاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. التطوع مهم لنا كثقافة وكحضارة، كدين، كديانة، كواجهات مجتمع، كواجهات مجتمعية، كواجب انساني اعلامي اجتماعي نفسي اقتصادي. اليوم يا شباب وانتم الان اصبحتم رموز، اسأل الله ان يحميكم وان تؤدوا الرسالة الحقيقية اللي وطنكم يبغاها منكم وقبلها دينكم. التطوع يجعل لنا آفاق ويفتح لنا مشاريع. التطوع يجعل لنا سعادة داخلية. هنا في هرمون اسمه هرمون السعادة. صحيح. هذا الإنزيم يرتفع مع العمل التطوعي. التطوع ترى شاق، تحت المطر، تحت الحر، في الشمس، في البرد، سلات، توزيع، تنظيم، حج، عمرة، مبادرات، تفطير صائمين، ما هو سهل ترى. مو جالس تاكل فشار وبسبوسة وتسول وتسنب، لا لا. تشعر بتعب، لكن مجرد انك تنتهي المبادره الفعاليه تشعر براحه
غير 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 طبيعية. يكفيك الواحد يقول لك وانت تعطيه هالقارورة الماء في حج ولا في رمضان ولا عند إشارة، لما أعطيك يا عبد العزيز وش تقول لي؟ بيض الله وجهك. طيب. الله يحرمك عنا. يا سلام، هاي ناصر أعطيك مو وش تقول؟ يعطيك العافية هاي بطل، الله يبرد عليك. الله، شفت الدعوات كيف اختلفت الدعوات. يا سلام، فعل واحد يقول الله يسعدك سعادة ما تشقى بعدها. يا سلام، الله يوفق هالوجه، الله يبارك مساعيك، الله يحمي شبابك، الله يرزق ما تتمنى. أنا ما أعرف أحد إنك تعطيه شيء يقول رح الله يقلع بليسك من جابك ولا الله يجزاك ما نب حاجتك ولا كذا، ما تلقى هالعبارات. طيب، هنا الارتباط الديني. يقول نبيكم صلوا على محمد عليه الصلاة والسلام، يقول دعاء المسلم لأخيه المسلم إيش؟ مستجاب. هو دعالك ما يعرفك، ودعالك في ظهر الغيب. إذا عندك هم أو ملك يطول لك بمثل بقى. الله، عندك ضيق، عندك تمر علينا أزمات، ترى فيروسات ويعني كزاوية اجتماعية، بعض الأحيان تجلس لحالك يجيك يعني قلق. فسبحان الله العظيم، أنا أقول لكم يا شباب، العمل التطوعي دولتكم، أميركم أميرنا محمد بن سلمان، تحية لها البطل، تحية لها. الله يحميك يا محمد. آمين. جاب لنا مشروع، العالم كله اليوم في القناة الدولية هذه يتكلمون عن مشروع رؤية إيش؟ 2030. رؤية من أهدافها التطوع. تصدقون ملكنا أبونا سلمان، الله يعز سلمان، يقولوا أمين، تحية لملك سلمان. آمين. الملك هذا سمى اسمه يعني مثل أخوانه فهد وعبد الله، خادم إيش؟ الحرمين الشريفين. تخيلوا، أنشأوا في مجلس الوزراء نظام اسمه نظام العمل التطوعي. ليش؟ قالوا يحفظ حقوق المتطوعين ويطور من المتطوعين ويطور العمل التطوعي، ويعطينا يفتح لنا يعني مآلات ومجالات، ويفتح لنا حقيقة العمل التطوعي. لذلك أنا دائما أتكلم عن التطوع ودي ما أسكت، لأنه إدمان. لذلك أقول لكم يا شباب، زجوا بأنفسكم في ميادين العمل التطوعي. يا سلام، حقيقة. يعني بقول لكم شيء معين ما ودي أسهب. واحد شاف غصن عود كذا شوك في الطريق، زين، ما اتصل على شركة نقليات قال جيبوا الشاول ولا جيبوا عمال نظافة دق على بلدية، لا، جاء في الصحيح، يعني حصل غصن عود، كان هذا العود يعني يؤثر بالطريق المارة، أي واحد يمر يمكن يطيح، يمكن يخاف، يمكن يرجع. إيش سوى هذا؟ إيش سوى الرجل؟ في رواية في الصحيح أزاحه. يا سلام، يعني كان كذا، إيش سوى؟ أزاحه. إيش معنى أزاحه؟ بعده. ها، أعطوني. جنبه. ها، أعطوني. ها، غير اتجاهه. ها، إيش بعد؟ وأخره، دفه، شله، حركه، أزاحه. صدقون الإزاحة هذه، بهذه الإزاحة النبي صلى الله عليه وسلم رآه يسبح في أنهار الجنة، لأن أماط هذا، ترى هذا ما جاهد في سبيل الله، ترى هذا ما صام يوم يفطر يوم، هذا ما يقوم كل ليلة، هذا ما تصدق كل ماله، بس مجرد إنه أزاح. طيب، أسألكم سؤال سريع، إيش أفضل، إني أزيح أذى عن طريق المسلمين ولا أزيح هم عن المسلم؟ هم. صدقون أنتم الآن، ترى وأنا جاي أقول لكم إياها، قلت الناصر وقلت المسير، وأنا جاي جات انتصارات كثيرة، صلاة من شيبانكم، صلاة من أهاليكم، صلاة من أخوانكم زملائكم، ترى بتشوف فلان سلم عليه وما أدري كيف، وأنا أعلنت في السناب وفي تويتر. فأبغاك لما تقف على الشاشة أو قدام الشاشة خليك طبيعي، خليك طبيعي، خليك طبيعي، هنا خليك عفويتك، ترى في ناس يتأثر منك، ناصر يوم شافكم مبسط، يتأثر من سلوكياتك، يتأثر من 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 صفاتك، ياخذ منها. انتم اصبحتم مؤثرين، ترضى ولا ما ترضى، فانتم نجومنا، نجوم الوطن، نجوم العز. رشيد، وين رشيد؟ عند هاشتاج في تيك توك وصل 120 مليون مشاهده. لا اله الا الله، ما شاء الله، وتراه ترند في تويتر بعد. ابغاك انت جاي كذا، شفت الفاين هذا، من يشيله؟ هذا أنا تخيل، هذا يعني انت لما تشيله كذا، واحد في البيت يشوفك يشيل، يؤجر عليه، لا يشيل زيك، لانك انت قدوته. ابغاك ما تجي كذا تسنك ضب، لا تسلم ولا
صبح بالخير، صباح الخير يا مدير، صباح الخير يا شيف، صباح الخير يا جميل، صباح الخير يا جنتل، صباح الخير يا دكتور. اضحك يا اخوي لا تدف. هذه الكلمات الجميله يا اخي، يمكن انا جالس كذا يمكن اطلع من برنامج اخذ 3 شهور، ها صح طفشان يا اخي، بروح المطر في ابها يضرب يطيح، والجو برا يا سلام. لا تجيب طاري، انا قعدت اسبوع ورجعت والله ودي ارجع. والشيء واحد جالس هنا يقول يا اخي نواف متى تطلع يا اخي، متى يا سعد، متى يا بلاد. تخيل لما اجي كذا وازيح الهم عنك هذا، اقول اصبر ترى احنا تخرجنا وطلعنا ونجحنا من البرنامج، مو شرط اني اخذ الاول، ترى كلكم اوائل لانك جلست جنب رجال زحول فحول مناعير شرواكم. استفيد من المراجل اللي عندهم، استفيد من القيم. لما يجي ضيف مذيع زي الجبل هذا الله يسعده، قولوا امين. والله يستاهل تحيه ابويا، الله يرضى عليك، تسلم والله العظيم. لما يجي ضيف مثل مسير حبيبنا ولا ضيف مثل غاي ناصر وسمعهم تحيه يستاهلون. دام كذا تحيه لابو انس يا حبيبي، الله يسعدك. فحاول قدر الامكان انك تسعد الناس لو بضحكه. تخيل لما تسقي مويه تروح كذا، ابغى الشيء اللي هنا احساس داخل، لا معليش اللي يسمونه داء الانا، الانانيه تطوع، ما اعرف شيء اسمه انانيه، خليه يروح في الحلال لا يدريك. يا اخي انت مثلا، احنا كنا في برنامج قديم يعرف عبد العزيز في احدى القنوات صحيح، فجاء واحد من الشباب جالس كذا يفكر في امه. اي والله جالس كذا، جاء واحد وكان مسوين جريش مرقوق على الهواء، فجاء واحد جاب صحن جريش كذا وصار يلقمه كذا، وام هذاك تشوفه يا والله العظيم يا جماعه الخير، امه تعبانه ولكن شافت واحد من الشباب يذوق ولدها اللي قلبه طايح من كسر عند امه ويذوق كذا، قال كل يا رجال والله ان شاء الله ان الله يشافي امك. الله ما يدري شوف الايجابيه. بسم الله امه هذا الشخص كانت الضغط مرتفع والسكر منخفض وحالتها يعني سبحان الله، بس رساله معنويه هذا ما يدري، لكن كتبت ورفعت الى السماوات العلى، وهذا في الرياض وامه في اقصى الجنوب، وسبحان الله مجرد بس تمثيليه مسرحيه دراما، مجرد بس شيء عفوي كذا، فكتب عند الله عز وجل. يا سلام، اسعدك الله يا ابو انس، الله يبيض وجهك على هالكلام الجميل. قد يكون هو مختصر ولا تطوع عالم كبير، وربما ابو انس يعني تجاوز 20 سنة في هذا المجال في ظني. عمري قصدك؟ ايوه يعني زايد 40 يعني. اوه حبيبي عسى ربي يوفقك ابو انس. آمين. قبل ما اجيك منشدنا وبجي حبيبنا ناصر، والله اني قاعد اقرا في الهاشتاج وانا مستانس. الحمد لله. الناس تدعي للجميل الدكتور ناصر. الساهل. اي والله التعليقات والله يا اخواني اثلجت صدري. الساهل الساهل. ومنهم من قال انه الدكتور ناصر ترى اقام علينا الحجه في كيف ان نعود لكتاب الله، صح يا نواف؟ يا سلام، جهز لنا شيء معي. فوالله يا اخواني انه انا كذا في شيء بداخلي ما ودي اني اطلع كيف ان احنا يا اخواني فعلا مقصرين مع كتاب الله جل وعلا، واللي يبغى ياخذ دليل ولا عشان يتاكد من هالشيء